محموس حي ذناي اللي على اساس سبق له العاده وناموس يتنافس على الدرع والكاس يتحمل وفوس بروس يتحمل وفوس بروس الهن عكس غدم هوجاس فيهم طرب له فرحة انفوس ما بين جبار ومياس شاهين لي عالثيل يدوس ينضم لين الهجن لا باس ما دام بل جهد ناموس وتزين اي الوسطى بالماس وتلبس اي غالي الملبوس يا دار من الخير نبراس شخلف عليه تكتب دروس القاسم اله بالكرم ساس قل وفعل وقطع من الموس قل وفعل وقطع من الموس الشعر لي ينبع من احساس جزل وفيه الحس ملموس يتداولونه جملة شلع طارج ومنكوس يا مرحبا يا عصبة الراس يا مرحبا ونهب لي كوس يا مرحبا تعداد الاسناس يا مرحبا والبن محموس حي الذناي اللي على اساس سبق له العاده وناموس يتنافس على الدرع والكاس يتحمل وفوس بروس يتحمل وفوس بروس الهن عكس غدم هكذا إذن مشاهدين الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان الأخوة الحاضرين والمتابعين من هنا من ميدان السوان وفي كل أيضا عبر كل المواقع أيضا التي تنقل لكم هذه الأحداث أولا بأول طبتم وطاب صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير شوط جديد وانطلاقة جديدة من انطلاقات هذا الصباح هنا شوطنا الثالث عشر المخصص لفئات الجعدان المحليات لذاع لهجن أبناء القبائل نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين نسير مشاهدين الأعزاء إلى مجريات هذا الشوط ونتابع معكم المسار ونتابع البداية والصدارة والمركز الأول الواعي يتقدم الجموع بالمركز الأول سعيد بن نايع بن حافش الخاطري يقدم لنا الواعي على أول المراكز وعلى المقدمة الأولى المركز الثاني هملول لعلي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم لنا هملول راعي جياشة اللي قدمها أيضا في يوم الأمس مع سن اللقاية وقدم الأسماء المميزة اليوم يقدم لنا هملول في هذا الشوط وتابع المركز الثالث ذيبان الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري يقدم لنا ذيبان على المركز الثالث المركز الرابع القادم هو قناد مايد بن علي بن ضاعم بن سعيد المسافري وما يقند الراس إلا الناموس إلا الناموس هذا هو قناد يتقدم في المركز الرابع المركز الخامس تقدم من شاهين لمحمد بن سعيد بن عزب الخاطري يقدم لنا شاهين على المركز الخامس والمركز السادس شديد لسري راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري يقدم لنا شديد على المركز السادس المركز السابع زيزوم جاسم بن محمد بن حسن الخال الزعابي قادم للمركز السابع والمركز الثامن من الجانب الآخر يتقدم الوضيحي فايز بن حمد بن ضبعون المسافري قادم في المركز السابع هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء لسبعة المراكز الأولى المتقدمة التي نتابعها معكم ومع كل الحاضرين في هذا الشوط والمرافقين لهذا الانطلاق الجميل عودة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول والواعي لا زال في المركز الأول لسعيد بن نايع بن حافش الخاطري يقدم لنا الواعي على المركز الأول وعلى المقدمة الأولى يليه في المركز الثاني هملول علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم لنا هملول
على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز المركز الثالث ذيبان هلال بن سعيد بن هلال الظاهري قادم بالمركز الثالث. المركز الرابع هنا يتقدم قناد مايد بن علي بن ضاعن المسافري وغير في طريقه إلى المركز الثالث. ناخذ اللي في المركز الخامس شديد راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري راعي الظبي حاضر هنا مع شديد بالمركز الخامس. المركز السادس زيزوم جاسم بن محمد بن حسن الخالد الزعابي يتقدم للمركز السادس. المركز السابع ياتينا الوضيحي فايز بن حمد بن ضبعون المسافري يقدم لنا ايضا الوضيحي في المركز السابع. والمركز الثامن شاهين محمد بن سعيد بن عزب الخاطري. ثمانية اسماء ثمانية شعارات حاضرة في هذا الشوط. يا سلام، الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن الانتصار، الكل يبحث عن الفوز وناموسي هذا الشوط. 2.5 كيلو ما تبقى عن خط النهاية، ولا زال الواعي في المركز الأول واعي ومنتبه ومركز على هذا الشوط. سعيد بن نايع بن حافش الخاطري يقدم لنا الواعي في المركز الأول. في الكادر الأول يتولى قيادة هذا الشوط. ثاني المراكز هملول لعلي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم لنا هملول في المركز الثاني. وثالث المراكز أرى شعار بن سلومة قادم مع شديد راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري. المركز الرابع قناد لمايد بن علي بن ضاعن المسافري. والمركز الخامس زيزوم لجاسم بن محمد بن حسن الخال الزعابي قادم. المركز السادس المركز السابع الوضيحي فايز بن حمد بن ضبعون المسافري. والمركز الثامن شاهين هنا شعار الظاهري ايضا قادم. المركز السابع ذيبان هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. والمركز الثامن شاهين لمحمد بن سعيد بن عزب الخاطري. الله الله الله، اسماء مميزة، تحديات جميلة ورائعة نتابعها معكم في هذا الشوط من خلال هذه الانطلاقات، من خلال هذه المنافسات. اليوم المنافسات غير. اليوم نتابع سن الإذاعة، نتابع سن الإذاعة، الإمتاع والإبداع مع هذا السن المثير، مع هذا السن الجميل. 1500 متر يا من تريد الناموس. المنعطف الأخير ما بقى عن خط النهاية إلا القليل، راح الكثير والكثير يا بن حافش يا اليابري، راح الكثير، راحت المسافة وبدينا ندخل في المسافة المهمة في اللحظات المثيرة. غير هملول، غير، خذ المركز الأول. علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم لنا هملول على الكادر الأول، على المركز الأول. الواعي في المركز الثاني لسعيد بن نايع بن حافش الخاطري. المركز الثالث شديد راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري قادم. المركز الثالث ثلاثية على الصدارة، على المقدمة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. هملول والواعي وشديد، شديد وهملول والواعي. ثلاثية غير شديد، انطلق شديد إلى المركز الأول. بدأ هنا يعلن تحديات هذا الشوط، يزيد أيضا من شدة هذا الشوط بانطلاقته المميزة. راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري الواعي في المركز الثاني. سعيد بن نايع بن حافش الخاطري. هملول في المركز الثالث لعلي بن عبد الله بن سعيد اليابري يقدم لنا هملول. ولكن شديد بدأ يودع، بدأ يروح، بدأ يغادر، بدأ ينطلق، بدأ يهاجم، بدأ يسير، بدأ يقلع في المركز الأول. هذا هو شديد، رقم واحد، مدون برقم واحد، مسجل برقم واحد، واحد على واحد، نمبر ون يا بن سلومة هنا بهذا الأداء الجميل. هذا هو شديد، يؤكد حضوره بالمركز الأول، يؤكد حضوره بالمركز الأول. راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري يعلن هذا الأداء الجميل بانطلاقة شديد بالمركز الأول. سلام راعي الظبي، سلام راعي الظبي، سلام. تهانينا لراشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري. وسلام يا الحمرانية، سلام يا الحمرانية، سلام مع الأداء المتميز للشديد بالمركز الأول. راشد بن عبد الله بن سعيد بن سلومة الخاطري، تهانينا وناموس على هذا الأداء
المميز. المركز الثاني هملول لعلي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري الواعي. في المركز الثالث لسعيد بن نايع بن حافش الخاطري. والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام نشوف المركز الرابع لحظات الوصول. المركز الرابع كانت المنافسة جميلة في هذا الشوط. المركز الرابع أتانا زيزوم جاسم بن محمد بن حسن الخال الزعابي. المركز الخامس كان الوصول من شاهين لمحمد بن سعيد بن عزب الخاطري. هكذا كانت النتيجة للخمس المراكز الأولى. شديد من فاز معنا في هذا الشوط. تهانينا لراشد بن عبد الله بن سلوم الخاطري. تهانينا لكل الفائزين والناموس.